ليش يا سهى ما بتقدمي على الطب؟ قال لي الوالد بس تخرجت من المدرسة وكنت بدي بلش أقدم على الجامعات. أنا كنت دايماً اندهش بالأبنية وكنت مفكرة أنه الأرشيتكتور أو الهندسة المعمارية هي المجال اللي أنا بدي أدرسه وأشتغل فيه. هون سهى اللي ما جذب الطب اعتبرت هالكلام تحدي لإلها وقررت تخضع للفحص لتثبت لوالدها إنها قادرة وبتنجح. وهيك عملت وهيك بلشت مسيرتي بالطب. وطبعاً هلأ ولا ندمانة ولا نقطة. كان عنده حكمة الوالد وبعتقد شاف فيي إنه فيي إبرع بمهنة الطب وإله فضل كبير كبير علي. يعني طبعاً هو والوالدة التحدي اللي عطاني إياه كان لإلي حافز حتى إبرع ودايماً خليه رافع راسه فيه. هي بنت الشياح يلي عاشت الحرب اللبنانية من بدايتها، قصف قنص وانفجارات، وما حست بالأمان لا بالبيت لا بالمدرسة ولا بالجامعة. ويا ما كانت تسابق القذايف بتنقلاتها على الطرقات، ومثل ما بتقول هي إذا بقيت على قيد الحياة فهالشي بفضل العناية الإلهية يلي رافقتها. هي اللي شافت كتير دمار فانجذبت للهندسة. حلمها الإعمار، ولما تم قبولها بالطب بلشت مشوار ما حدا كان حسب له حساب، ما حدا إلا بيها يلي كان حاسس بمؤهلاتها وشجعها على طريقته لتصير طبيبة مثل عمها، الطبيب المحبوب والخدوم لكل أهل منطقته. وهيك سلكت سهى طريق محبته إلا لما اختبرته وحست حالها بمجال هندسة جسم الإنسان. بلشت مسيرتها بالجامعة اليسوعية، وبعد 5 سنوات وبسبب الأوضاع الأمنية الخطرة انتقلت للجامعة الأمريكية ببيروت مطرح ما تابعت دراسة آخر سنتين بالطب. بس كيف القدر لعب دوره بمستقبل سهى؟ بالجامعة حبت شاب اسمه علاء، ورغم تعلقهم ببعضهم كان لازم تختار بين مستقبلها الطبي أو مستقبلها العاطفي، يعني أو الزواج بعلاء والسفر للتخصص بأمريكا أو الفراق، هي على فرنسا وهو على أمريكا. ولأنه البعد بالعلاقات بيخلق مفاجآت، سهى لحقت دقات قلبها، تزوجت وسافرت مع علاء على الولايات المتحدة الأمريكية، واتكلت على فرصة دقبابة للتخصص بجامعة أمريكية، الشيء اللي كان بوقتها صعب بسبب تخرجها من الجامعة اليسوعية. عملنا المقابلة مع بروفيسور رالف كوري، وبعد مقابلة استغرقت شي ساعة قال لي إنه نحن ما بناخد من جامعات فرنسوية، وبتعرفي أنت إنه ديوك من أهم البرامج لاختصاص الطب الداخلي بأمريكا. طلعت فيه أنا وببسمة قلت له مش لح تندم. ظلت تحاول، وبفضل دعم زوجها وقدراتها تمكنت من الانضمام للتخصص بجامعة ديوك. بلشت مسيرة نجاح وتلمذت سهى على يد عمالقة الأمراض الجرثومية وحققت إنجازات لفتت أنظارهم. وبوقت قصير أمنت تمويل لقسم جديد بالمستشفى خاص بالأمراض الجرثومية وزراعة الأعضاء. وبسبب النجاح والثقة ديو سهى وعلاء ذاع صيته بالمستشفى بين كافة أقسام الكادر الطبي. اليوم سهى أصبحت رئيسة القسم بالمستشفى، إضافة لليحة طويلة من المناصب المحلية العربية والعالمية وإنجازات وأبحاث صعب تعدادها. وأكيد ما رح ننسى سهى الأم يلي قدرت تقسم وقتها بين حياتها المهنية وأولادها، سيما يلي على خطى والدتها بذات الاختصاص، دينا المتخصصة بالعلاقات الدولية، وداني المهندس. واو، شو أحسن قرار بتحسي أنه هيك أنك تزوجتي على أو أنه قررتي مثل ما قال بيك بدك تعملي طب عملتي طب؟ سؤال كتير صعب عماد. بعتقد القرارين كانوا كتير مهمين، بس بعتقد زواجي من علاء شرارة كان الأهم قرار أخذته بحياتي. فتح لي بواب
ما كانت تنفتح لي لو ما كان هو موجود بحياتي. الحب ينتصر دائما. لانه خليني بس اقول لك، اعطاني تشانس رالف كوري بديوك قد ما كان منبهر من اداء علاء شراره، لو ما هيك ما كنت بحياتي بحلم ادرس بديوك يونيفرسيتي. ان شاء الله دائما بتكملوا مسيرتكم يمكن يعني العائليه والمهنيه مع بعض، كونكم عم تشتغلوا كمان بنفس المؤسسه وهي الاي يو بي ام سي.